طالب عبد الرزاق خيري مدرب فريق شباب قصبة سادلة طلب الجامعة الملكية المغربية للعبة بالتدخل من أجل وقف ما أسماه مهزلة البيع والشراء التي تعيش على إيقاعها العديد من المباريات في بطولة اتصالات المغرب حسب تعبيره. وجاء تصريح خيري بعد هزيمة سادلة بهدفين لواحد أمام الشباب الريف الحسيمي متهما التحكيم باستهداف فريقه على حد قوله. كما أكد خيري أن هناك مباريات كانت نتائجها مشبوهة في الآونة الأخيرة، وذكر في تصريح لراديو مارس مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي بالاسم، علما أن الكوكب ينافس سادلة على تفادي الهبوط للقسم الثاني. ويأتي تصريح خيري بعد أيام من اتهامات وجهها رشيد البصيري المنخرط الرجوي والمستشار السابق للرئيس محمد بودريقة التي شكك في أحقية تصدر الوداد لمنافسة البطولة في القسم الأول والراك للقسم الثاني. قراءة في هذا الملف في الروبورتاج التالي. المنخرط بالرجاء البيضاوي والمستشار السابق للرئيس محمد بودريقة يثير الجدل من جديد. رشيد البصيري الذي اشتهر بخرجاته الإعلامية المثيرة اختار هذه المرة دعوة رئيس جامعة الكرة فوزي الأقجع لفتح تحقيق في نتيجة مباراتين لكرة القدم الاحترافية اتصالات المغرب بقسميها الأول والثاني. الدعوة جاءت عن طريق تدوينة على موقع فيسبوك اتهمت بصريح العبارة مسؤولي الوداد واتحاد طنجة من جهة والراك ويوسفية برشيد من جهة ثانية بالتلاعب في نتيجة المباراتين. عبد الحق رزق الله الملقب بمندوزة واحد من المعنيين بهذه الاتهامات. مع الأسف هنا كاين أعداء النجاح، أعطاهم الله، إلا ربحتي تيقول لك شريتي وإلا خسرتي تيقول لك بعتي. فوز الوداد على اتحاد طنجة بميدانه عزز موقع الفريق الأحمر في الصدارة ومنحه حظوظا أكبر في التتويج باللقب، كما أن فوز الراك على يوسفية برشيد حافظ على حظوظ الفريق البيضاوي في الصعود إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية. البصيري ومن خلال تدويناته اعتبر أن نتيجتي المباراتين كانتا معروفتين منذ أسبوع لدى المتتبعين. المعنيون المباشرون بالاتهامات يعتبرون أن اللجوء إلى القضاء هو الحل. السي البصيري أنا نسميه لأن تهم الراك، كاين الراك راه كبيرة وعائلة كبيرة، راه جمعت اجتماع وقرروا باش يقاضيوه. القضية راه عند دوفون لي تريبيونو كيف كيقولوا، إلا عنده شي دلائل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ادفعهم، احنا نتعاقبوا، ما كاينش راه غادي يتعاقب. من بين الفرق الأربعة المعنية بالموضوع اختار اتحاد طنجة الرد عبر بيان على موقعه الرسمي يدافع فيه عن لاعبيه وعن قرار إقالته للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بطريقة أثارت الاستغراب وسط جمهوره والمهتمين. الراك هو الآخر دافع عن نفسه عبر خرجات إعلامية مختلفة، في حين اختار كل من الوداد ويوسفية برشيد الصمت. الضجة التي أثارها البصيري جاءت في سياق موسم شهد بعض حالات تلاعب في أقسام الهواة والبطولات الشرفية، كما أنها أعادت إلى الواجهة اتهامات سابقة بالتلاعب. كنت كتبت كثير على الموضوع ديال التلاعبات وكانت شهادات ديال الحكام وتفتح تحقيق، ولكن التحقيق ما خداش المسار ديالو بشكل كبير. يعني تفتح تحقيق قضائي من طرف وزير العدل اللي كنت اتصلت به شخصيا، ولكن لحد الساعة ما كاين حتى شي نتائج والجامعة لم تحرك ساكنين في هذا الموضوع هذا. تزامن الاتهامات بالتلاعب مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة ربما يعيد النقاش حول نزاهة التنافس إلى الواجهة من جديد. وتعقبا على هذه الأمور صرح فوزي القجع اليوم الاثنين أن التصريحات والشكوك التي أثيرت مؤخرا حول مصداقية بعض مباريات الموسم لا تسمن وتغني من شيء، وإنما تشوه سمعة البطولة وكرة القدم المغربية، مضيفا أنه سيتم محاسبة كل من ثبت أنه يغش أو يسعى لضرب مصداقية المنافسات.